شخصيات حكمت عمان. الشخصية الثالثة عشرة: الإمام سلط بن مالك الخروصي. حكم سلط الخروصي من عام 237 إلى 272 هجرية، وتوفي عام 275 هجرية. وشهدت عمان في عهده أنواء مناخية، منها سيول جارفة بسمائل وبذبذ والسيب وصحار. تواصل علماء عصره مع علماء حضرموت والمغرب، كما جرت مراسلات بينه وبين إمام حضرموت. وجه الإمام السلط حملة عسكرية لإنقاذ جزيرة سقطرى من نصارى الحبشة، حينما استنجدت به فاطمة الجهضمية الملقبة بالزهراء السقطرية بقصيدة مطلعها: قل للإمام الذي ترجى فضائله ابن الكرام وابن سادة النجب، فاستعاد الجزيرة وخلص النساء من الأسر وأمن سلامة الطرق البحرية.